مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا المساء، وشعارات اصحاب السمو الشيوخ السعاده وسن الثنايا، وعلى بركه الله ينطلق الشوط التاسع الخاص للكار من مسافه 8 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نبدا بعد المراكز والبدايه، اول الاسماء واول الشعارات مذعوره بشعار هجن المرقاب وحمد بن علي بن سعيد بن حلفان في عمليه التضمير مع اول الاسماء واول التحديات. ثاني المراكز وثاني الشعارات وصلت رافال بشعار هجن الشحانيه، البرنس جارلا بن عقيل يتقدم مع رافال مع ثاني الاسماء وثاني التحديات. ثالث المراكز وصلت وصلت الوجبة بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع الوجبة مع ثالث المراكز، وأيضا حصل تسلل على ثالث المراكز من قبل وعد هجن الشحانية المشاق بمحمد بن خالد العطية في عملية التضمير مع وعد. رابع المراكز الوجبة بشعار هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران. خامس المراكز وخامس التحديات وصلت القادمة ود أو هقاوي مع خامس المراكز، هقاوي بشعار هجن الغرافة، المده سالم بن عامر المدهوش في عملية التضمير مع هقاوي مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة والمنطلقة في دائرة النداء والإذاعة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى البداية. رافال تتقدم رافال بشعار هجن الشحانية، الشعار العنابي والشعار الأدعم، والبرنس يحضر في عملية التضمير مع رافال. جار الله بن عقيل يتقدم مع أول الأسماء وأول الشعارات وأول التحديات على رأس حربة هذا الشوط وعلى أول السطر مع هذا المسار الأصيل. تقوده رافال على البداية وعلى المقدمة. ثاني الأسماء مذعورة هجن المرقاب حمد بن علي بن حلفان في عملية التضمير مع هناك المنطلقة مذعورة على ثاني الأسماء. ثالث المراكز هقاوي، تتقدم هقاوي بشعار هجن الغرافة، والمدهس سالم بن عامر المدهوش يتقدم مع هقاوي مع ثالث الأسماء. رابع المراكز من الجانب الآخر، الوجبة تتقدم مع رابع الأسماء بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران. يتقدم الشبل مع الوجبة مع رابع الأسماء ورابع التحديات. خامس المراكز وصلت وعد، تتقدم وعد بشعار هجن الشحانية، المشاق بن محمد بن خالد العطية يقدم لنا وعد مع ذا خامس الأسماء وخامس التحديات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدين متابعينا الاعزاء عبر قناه الريان الفضائيه الناقله لاحداث وتحديات ومنافسات هذا المساء. شعارات اصحاب السمو الشيوخ والسعاده وسن الثنايا، سن الكبار، محل الرقص مع الكبار، مسافه 8 كيلومترات تحضر في هذا المساء في سباقنا المحلي الخامس في فترته الثانيه. نعود الى مجريات وتحديات هذا الشوط، نعود الى المقدمة، نعود إلى الصدارة. هناك ثنائي جميل ما بين شعار هجن الشحانية وشعار الغرافة، وأيضا بين المدهش والبرنس. البداية هقاوي بشعار هجن الغرافة، تتقدم هقاوي وسالم بن عامر المدهوشي المدهش في عملية التضمير. ثاني الأسماء رافال تتقدم بشعار هجن الشحانية، البرنس جار الله بن محمد بن عقيل يتقدم مع ثاني
الاسماء ويقدم لنا رافال على ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز وصلت ثالث المراكز القادمة مذعورة، هجن المرقاب حمد بن علي بن حلفان المبدع يتقدم في هذا الانطلاق مع ثالث المراكز. رابع الأسماء الوجبة، هجن الشحانية تتقدم والشبل جابر بن فران يتقدم الشبل مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت وعد، هجن الشحانية المشاقب محمد بن خالد العطية منتصف المسافة 4 كيلومترات تنقضي ويتبقى 4 كيلومترات أخيرة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، والبداية والصدارة هقاوي تتقدم بأمال، وهقاوي هجن الغرافة تنطلق، وسالم بن عامر المدهوش يتقدم مع أول الأسماء وأول التحديات. المدهش يحضر على أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز وصلت رافال، هجن الشحانية البرنس جار الله بن محمد بن عقيل يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني الانطلاقات. ثالث المراكز القادمة مذعورة، هجن المرقاب حمد بن علي بن حلفان، وأيضا حصل تسلل على ثالث المراكز من قبل الوجبة. الوجبة بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران. خامس المراكز وصلت شموخ، أول دال شموخ مع خامس المراكز هجن الشحانية المشاق محمد بن خالد العطية. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة، نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. لائحة 3 كيلومترات مشاهدينا متابعينا الأعزاء ما تفصلنا عن الفوز وعن الانتصار وعن المنصة الرئيسية. والبداية هجن الغرافة تقود هذه المسيرة، الله الله المسيرة الأصيلة، الله يا البداية. هقاوي هجن الغرافة، سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المدهش ينطلق، ولكن تسللت رافال إلى الصدارة. هجن الشحانية وهنا البرنس جار الله بن محمد بن عقيل في عملية التضمير مع رافال بن غيرت وانطلقت إلى البداية. ثالث الأسماء، ثالث المراكز خادمة شموخ، هجن الشحانية المشاق محمد بن خالد العطية يقدم لنا شموخ مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت سلمى، أول نداء لسلمى، هجن الشقب سعيد بن عبد الهادي الشهواني قادم الهادي مع رابع المراكز ويقدم لنا سلمى. خامس الأسماء وصلت القادمة والمنطلقة، الوجبة الوجبة تحضر بشعار هجن الشحانية شبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع خامس الأسماء وخامس التحديات، يحضر مع الوجبة. ولكن هناك أسماء وشعارات أراها بالعين المجردة خلف دائرة النداء والإذاعة، نترقبها في الأمتار القادمة وفي الكيلو متر الأخير وفي الأحزام الأخضر. ولكن الصدارة رافال، رافال تتقدم، هجن الشحانية البرنس جار الله بن محمد محمد بن عقيل يقدم لنا رافال بشعار هجن الشحانية، الشعار الأدعم العنابي يتقدم على البداية على الصدارة. ثانيا من الجانب الآخر هقاوي، هقاوي هجن الغرافة، سالم بن عامر المدهوشي المدهش ينطلق مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز سلمى هجن الشقب، والهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني يتقدم مع سلمى مع ثالث المراكز. رابع الأسماء شموخ، هجن الشحانية المشاق محمد بن خالد العطية يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء الوجبة، ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع المركز
الأول رافال، رافال على البداية هجن الشحانية والبرنس جار الله بن محمد بن عقيل يتقدم مع أول الأسماء، ولكن هجن الشقب تتقدم مع سلمى من تسللت إلى ثاني الأسماء وثاني المراكز وعينها على الصدارة. سلمى تنطلق مع ثاني المراكز، ثالث الأسماء هقاوي هجن الغرافة، سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المدهش يتقدم مع ثالث الأسماء، رابع المراكز رابع المراكز مشاهدينا متابعينا الأعزاء شموخ هجن الشحانية مع رابع الأسماء، ولكن الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير، الله 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 البداية، سلمى سلمى تنطلق بشعار هجن الشقب مع البداية مع أول المراكز، هجن الشقب تقدم لنا سلمى وهي صاحبة نقطة في المحلي الماضي، تحضر سلمى والهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني يقدم لنا سلمى مع الحزام الأخضر، الله يا سلمى، ثاني المراكز هقاوي هجن الغرافة، سالم بن عامر المدهوشي مع ثاني الأسماء، ثالث المراكز وقادمة شموخ هجن الشحانية المشاق محمد بن خالد العطية، ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع سلمى، سلمى تنطلق بشعار هجن الشقب، الله يا سلمى، وسعيد بن عبد الهادي الشهواني الهادي الهادي الهادي، النقطة الثالثة في هذا المساء مع شعار الشقب أو الرابعة، الله يا سلمى، سلمى تنطلق بدون أي توامر، عصاها في بطانها، وش مشكور يا الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني من يقدم لنا سلمى، وتهانينا والناموس لهجن الشقب على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، فوز سلمى، ومشكور يا الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني من قدم لنا سلمى ولحظة وصولها إلى خط النهاية، تهانينا والناموس لهجن الشقب ونهني سعيد بن عبد الهادي الشهواني، والنقطة الرابعة في هذا المساء أو الخامسة، نعم الخامسة، تهانينا وناموس لهجن الشقب ونهني سعيد بن عبد الهادي الشهواني على فوز سلمى، ثاني الأسماء وصلت الظبي هجن الشحانية، الذهبي سالم بن فر المري ثالث المراكز، وصلت هقاوي هجن الغرافة مع البدهي سالم بن عامر المدهوشي ورابع المراكز، سحايب هجن الشحانية المشاق محمد بن خالد العطية وخامس المراكز، مطلة أو مطيلة بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، مشاهدينا متابعينا الأعزاء تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لهجن الشقب على فوز سلمى، والتوقيت التوقيت الأفضل، تهانينا والناموس لهجن الشقب 12 دقيقة 43 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشقب، ونهني سعيد بن عبد الهادي الشهواني على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، والتوقيت الأفضل في هذا المساء، مشكور يا الهادي من قدم لنا سلمى، ثاني الأسماء وثاني التحديات، وصلت هناك الظبي بشعار هجن الشحانية من حصلت على ثاني المراكز، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 59 ثانية و 94 جزء من الثاني، تهانينا والناموس للذهبي سالم بن فر المري ثالث المراكز، هقاوي هجن الغرافة 13 دقيقة بدون ثواني 48 جزء من الثاني، تهانينا والناموس لسالم بن عامر المدهوش.